خلاص 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 يا اخي خلاص، يعني المفروض اكسير السعاده يقول خلاص 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 بقي يوم ونقول لك باي باي يا اوسوس. بيقول لك حط حدود للناس وحاول تحافظ عليها. تخيل كده لو عزمت حد عندك في البيت والشخص ده لما جالك فضل يكسر في الحاجات وينتقد في كل حاجه في البيت ويرمي كل حاجه على الارض، انت طبعا هتتضايق وهتكره الشخص ده ومش هيعتب بيتك تاني. الحدود هي نفس الحاجه، بس البيت هو المشاعر والوقت والتفكير. ما تعزمش حد ضيوف على بيتك اللي هي مشاعرك ووقتك وتفكيرك ويكون حد غير مرغوب فيه، ها، ومش هيتعاملوا مع مشاعرك باحترام. خليك دايما واثق في وجهه نظرك الشخصيه وفي احساسك قبل ما تكون واثق في وجهه نظر اي حد تاني. محدش يعرفك قدك، محدش يعرفك قدك، وعشان كده انت انسب واحد ممكن ياخد القرار. طبعا لازم ناخد راي الناس ونسمع وناخد اراء من كل الجوانب، بس برضه محدش يعرفك قدك. الأولوية دايما للراحة النفسية الخاصة بيك والجسمانية. الحاجة اللي هتضغط عليك نفسيا ما تعملهاش. ايوه ما تعملهاش. بص لكل حاجة بتحصل حواليك على انها بتحصل للصالح مش للضر، ولو انت مش شايف ده دلوقتي ممكن قدام تشوف شوية. افتكر دايما ان ليك مكانك الخاص في العالم ده، انت مش كمالة عدد، انت ليك مكانة مهمة جدا. ربنا خلق البني ادمين وكل واحد فيهم ليه دور، وكل واحد فيهم العالم من غيره بيفرق. ايوه انت مش كمالة عدد.